السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو الجديد. سأتكلم عن التسجيل النهائي، وراني تكلمت عليه من قبل، وسأعيد شرح التسجيل النهائي. بعد ما أنه شفت نتائج التوجيه، طلعت شهادة التوجيه في الهاتف تاعكم، ظهروا لكم زوج تواريخ، تاريخ خاص بالتسجيل البيداغوجي، مثلا عطاوك 15-15، كاين اللي عطاهم 14-14، كاين 12-12، كل طالب وكيفه. المهم هو انه فترة التسجيلات النهائية تكون من 10 اوت الى 15 اوت. انت في التاريخ المدون في شهادة التوجيه الجامعي انك تدخل للسيت، تدفع حقوق التسجيل 20,000. بمجرد دفع حقوق التسجيل الجامعي بالبطاقة الذهبية يصبح تسجيلك نهائي، وتظهر بطاقة الطالب الإلكترونية في تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلم. هذا بالنسبة للتسجيل البيداغوجي، بمجرد دفع حقوق التسجيل يصبح تسجيلك نهائي. بالنسبة للخدمات الجامعية كذلك، أنك تدفع حقوق النقل المتمثلة في 15,000، وبمجرد دفع حقوق النقل أنه تظهر بطاقة النقل الإلكترونية في تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإجباري أنك تدفع حقوق النقل. هناك بعض الطلبة قالوا لي يا أستاذ احنا رانا قراب للجامعة ما نديروش النقل. لا، إجباري أنك تدفع حقوق النقل. كي تدفع حقوق النقل عندك حاجة أخرى، وهي الإقامة الجامعية. إذا عدت أنت معني بالإقامة الجامعية، كذلك تدخل للموقع حسب التاريخ المدون في شهادة التوجيه الجامعي، لأنه التاريخ الثاني راهو متمثل في الخدمات الجامعية، والتاريخ الأول متمثل في التسجيل البيداغوجي، وراهم نفس التواريخ. كما قلت لكم من قبل، كاين اللي عطاو له 15-15، كاين 14-14، كاين 12-12 إلى آخر ذلك. ما تقدرش أنت عطاوك مثلا 15 وتحوس تدخل تدفع حقوق التسجيل في 10 أوت، ما تقدرش. لازمك أنك تتقيد بالتاريخ اللي وضعوا لك في شهادة التوجيه الجامعي. اللي معنيين كما قلت لكم بالإقامة الجامعية يدخل كذلك للموقع وأنه يسجل في الإقامة الجامعية، وراح ندير لكم فيديو تطبيقي، طريقة سهلة وبسيطة من أجل التسجيل في الإقامة الجامعية. وراني تكلمت على الشروط تاع الإقامة الجامعية، اللي بعيد عليه الجامعة بالنسبة للذكور أكثر من 50 كيلومتر أنه يسجل في الإقامة، وتنتظر نتيجة الإقامة الجامعية عبر الموقع، أتكو يرفضوك ولا يقبلوك. بالنسبة للإناث، إذا بعيد عليك الجامعة أكثر من 30 كيلومتر أنك تسجل في الإقامة. كذلك كاين شرط السن، ما لازمش عليه أنه الطالب يتجاوزه وهو 28 سنة، لأنه كاينين اللي عمرهم مثلا 29-30 سجلوا في السيت ورفضوهم بسبب أنهم يتجاوزوا 28 سنة. الحل تاعك هو أنه تروح إلى مدير الخدمات الجامعية في شهر سبتمبر لما تفتح الإدارة، وروح أنك دير طلب خطي إلى مدير الخدمات الجامعية، وبإذن الله تعالى رايحين يقبلك. الدخول إلى الموقع من أجل سد حقوق التسجيل، أنك دير سنة البكالوريا 2024 ودير رقم التسجيل تاعك، وبالنسبة للرقم السري هو اللي موجود في كشف نقاط البكالوريا. وراح أنه ندير لكم فيديو في كيفية دفع حقوق التسجيل، طريقة سهلة وبسيطة. والبطاقة الذهبية لا يهم من هو صاحب البطاقة الذهبية، تاع أي واحد تقدر تدفع بها حقوق التسجيل ولا حقوق النقل. بالنسبة لدفع حقوق الإقامة الجامعية مازال حتى ل 23 أوت، من 23 أوت إلى غاية 25 أوت، من 10 إلى 15 أوت تسجل في الإقامة، وبعدها أنه في 23 أوت إلى غاية 25 تدفع حقوق الإقامة الجامعية، وبمجرد دفع حقوق الإقامة الجامعية 40,000 تظهر بطاقة الإيواء أو بطاقة الإقامة الجامعية في تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اتفقنا؟ نتمنى أن الشرح كان واضح. الموقع سيتم فتحه على 12 تاع الليل. اللي عندهم تاريخ 10 أنهم يدفعوا حقوق التسجيل في 10، ويدفعوا حقوق النقل كذلك في 10 أوت، وكذلك أنه إذا عادوا معنيين بالإقامة يسجلوا في الإقامة الجامعية في 10 أوت كذلك. اللي حطوا له 11 ويدخل في 11، واللي حطوا له 12 يدخل في 12 إلى آخره ذلك. نتمنى أنه الشرح كان واضح. قبل ما نخلص الفيديو، بالنسبة للشبه الطبي، أنه تسجيلكم النهائي أو في الخدمات الجامعية
كي نقول لكم الخدمات الجامعية معنى ذلك الإقامة كذلك النقل، أنه يكون حضوري، أنتم كلش حضوري، والمعاهد ستحدد التواريخ لاحقا، وديما أن التسجيل تاعكم في المعاهد يكون أواخر أوت والله في سبتمبر، هي الأغلبية في سبتمبر، اتفقنا؟ أي استفسار والله خليوا لي التعليقات أسفل الفيديو، اللي ما فهمش حاجة والله اطرح سؤالك أسفل الفيديو، وإلى اللقاء.